إليه وحشاني. أنت كمان ما تعرفش قد إيه. 20 يوم ما شفتكيش دلوقتي. أعمل إيه يا حبيبي؟ زوره في كده. أنا كنت حضران لك تليفون. نو حافظ، أنا قلت لك كتير جوزي مجنون. يا حياتي، أنا اللي بكسب ألوف الجنايات وأنت أملي الوحيد في الدنيا، ونعيش محرومين من بعض. أنا حظ وحش، لو كنت عرفتك قبل ما تتجوزي. لكن يا خسارة. أنا وياك أهو يا حبيبي، أنا ليك أنت بس على طول. يا حياتي، انت بتشرب ايه؟ ويسكي؟ انا هشرب وياك. كل سنه وانت طيبه زي النهارده. شفتك في السبب. ميل ميرسي حافظ، بس انا مش ممكن اخد الكادو ده. ليه؟ ذوق وحش ولا مش عاجبك؟ حبيبي افهمني، جوزي عارف ليا صاحب، وبشوفه وبقابله وبحبه، كل كادو تديهوني ياخدوا يبيعوا ويلعبوا مار بالفلوس، فانت تخسر فلوسك ليه؟ عشان ايه؟ يا حياتي يا ليم، يا حياتي. انا بكره جوزي خالص، امبارح قلت له يطلعني بقى زي المجنون، مش عشان بيحبيني، نو، عشان الفلوس. مسك سكينه وقال انا موتك انت وصاحبك. فاحسن بلاش نتقابل تاني. إلين، تعرف ان انا ما اقدرش اعيش بعيد عنك. انا خايف عليك يا حبيبي، انت راجل مركزك كبير، انا هعملك مشاكل كتير. اسمع، جوزك ده يصر عليه اناني طماع بيحب الفلوس. شوفيه عايز كام ويطلعي. قلت له ياخد فلوس، عارف قال لي ايه؟ سافل المجرم. قال لك ايه؟ مش ممكن يديله المبلغ ده، مش ممكن. كام؟ 5000 جنيه. ويطلعك وبعد كده نتجوز ونعيش مع بعض على طول. يا ريت يا حبيبي، يا ريت. يا حياتي يا ليه، 5000 جنيه مش كتير عليكي. قولي له بعد اسبوع هيكون عنده المبلغ. مكالمة تليفونية من كابينة عمومي، رقم التليفون 20952، يطلب المهندس أحمد عبده.